الحلقة 38 في تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في تفسير سورة الشمس. ما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما الموضوعات الرئيسية في سورة الشمس؟ الموضوع الأول: يقسم الله 11 قسما على أن من زكى نفسه بالنفقة والعلم والعمل له فلاح كبير يراه كل أحد، والعكس له خيبة كبيرة يراها كل أحد. الموضوع الثاني: مثال واقعي على الجائزة والعقوبة. بما أقسم الله في سورة الشمس ب 11 قسم، إيه هم؟ والشمس، أدي أول قسم، وضحاها، وضحاها يعني وقت أول النهار اللي هو بعد الشروق بتلت ساعة، والقمر إذا تلاها، والقمر إذا تابع الشمس في الخروج، الشمس بعد ما تخرج الشمس القمر بيطلع وراها، والنهار إذا جلاها، والنهار إذا وضحها وبينها، والليل إذا يغشاها، يعني والليل إذا غطى الشمس حتى تغيب فتظلم الأفق، والسماء، أدي قسم رقم 6، وما بناها، ده 7، ما بناها يعني من بناها، وما ومن بيستخدموا نفس الاستخدام، ولا يقبل قول أهل اللغة إذا خالف القرآن والشرع. والأرض، وأهل اللغة مختلفين، هل ما ومن معنى واحد، وهل يستخدموا بمعنى واحد ولا أحيانا وأحيانا. فالراجح أن الأكثر من للعاقل والأكثر من للعاقل، ويتبادل بينهما الاستخدام. 8 والأرض، 9 وما طحاها يعني وما بسطها جعلها مبسوطة، 10 ونفس اللي هو نفس الإنسان، ونجعلها نكرة لتعظيم النفس، وما سواها يعني ومن خلقها وجعلها في أحسن صورة. جواب القسم: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكى نفسه بإبعادها عن المعاصي وإلزامها بالطاعات، وقد خاب من دساها، يعني من دنس نفسه بالمعاصي وأبعد عن الطاعات، خاب خيبة يراها كل أحد. طيب الموضوع الثاني: مثال واقعي على الجائزة والعقوبة. كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود صالح بسبب طغواها وذنوبها اللي عملتها، الذنوب اللي عملتها فضلت تتكاثر على قلوبهم لحد ما تجرأوا وكذبوا نبي الله صالح، فده ثمرت المعاصي، فلولا الذنوب ما كذبوا إلى أن وصلوا إلى درجة الكفر. إذ انبعث أشقاها، يعني إذ يعني واذكر حينا انبعث قدار بن سالف وهو حيمر ثمود أشقى رجل فيها، وقال وأعلن نيته أنه سيقتل الناقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. طيب قال لهم رسول الله، أما الرسول عرف أن قدار بن سالف ناوي يعقر الناقة، فقام صالح صلى الله عليه السلام محذرا فقال: ناقة الله، ناقة مفعول به محذوف لفعل محذوف تقديره احذروا ناقة الله، وسقياها يعني واحذروا سقياها التي اتفقت معكم على أن يكون لها شرب يوم معلوم ولكم شرب يوم معلوم، احذروا أن تعتدوا عليها لأنكم أنتوا اللي طلبتوها وأنتوا اللي حددتوا صفاتها. فكذبوه فعقروها، فكذبوا صالحا وعقروا الناقة عقرا. طب ليه، لماذا نسب التكذيب والعقر لهم مع أن الذبح واحد والعقر واحد؟ لأنهم ما فعلوه حتى رضى بها كل قوم ثمود. طب النتيجة: فدمدم عليهم، أنزل عليهم عذاب الاستئصال، فاستأصلهم ربهم بعذاب، فسواها فجعلها عليهم سواء، ما خلاش حد فيها، كله تعذب زي بعضه، وأبيدت قبائل ثمود بالكامل. ولا يخاف عقباها، ولا يخاف الله من أحد تبعت ونتيجة إهلاكهم، لأنه عزيز، فالملوك يفعلون ويخافون نتيجة أعماله. بقى نبدأ المستوى الثاني بتاع الصورة. ما مكانها مكية، نزلت بعد صورة القدر،
ما ترتيبها 91، عدد آياتها 15، عدد كلماتها 54 كلمة، عدد حروفها 240 حرفا. الآية الأولى: ليه رجحنا ضحاها هو ضوءها أول النهار ولم نرجح ضحاها يعني نهارها؟ لأن الضحى في اللغة أول النهار وهي تكون بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، لكن لو قلنا ضحاها يعني نهارها فالنهار بيبدأ مع أول الشروق على طول. فالفرق بين وقت الضحى ووقت النهار، الضحى جزء من النهار بس مش هو النهار. تاني حاجة، لأن القسم بالنهار هيجي بعد كده، وليس من أسلوب القرآن أن يقسم بالشيء ويكرره. تالت حاجة هو تفسير الفراء رحمه الله. الآية التانية: والقمر إذا تلاها. لما لم نرجح تفسير مجاهد تبعها أي تبع الشمس في الإضاءة، ورجحنا تبعها يعني في الخروج، لأن ده تفسير ابن عباس وقتادة والأقرب للظاهر ولا يحتاج إلى تقدير. تلاها يعني جاء بعديها، لكن لو قلنا بقى بتفسير مجاهد يبقى تلاها يعني تابعها في الإضاءة، يبقى أنا قدرت كلمتين. والقاعدة أنه لا نأخذ بالظاهر ولا ننصرف عنه إلا بقرينة. الآية رقم 4: ليه ما رجحنا عودة الضمائر كلها إلى الشمس؟ أولا قال ابن جرير: لجريان ذكرها وتفسير السلف لها بذلك. والقاعدة عند المفسرين أن أقوال اللغويين التي تخالف ما ورد عن السلف مردودة، زي ما الطبري نص على كده في الجزء الأول في تفسيره صفحة 41. الآية رقم 5: ما الدليل على صحة استخدام ما بمعنى من؟ قال الله تعالى: ووالد وما ولد، وما داوت عاقل، يمفروض من، ولكن استخدام ما يجوز بمعنى من. وقال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وده عاقل، مفروض لا تنكحوا من نكح آباؤكم، ولكن تستخدم ما استخدام من. ولا لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما أعبد ما تعبدون، دي كلها ما بمعنى من، استخدام من. الآية 6: ما الرد على ابن عباس اللي فسر طحاها ما خلق فيها؟ طحاها يعني بسطها مش ما خلق فيها. ليه؟ أولا ده تفسير مجاهد ونسبه ابن كثير إلى قتادة والضحاك والسدي، وقال هذه أشهر الأقوال وعليه أكثر المفسرين، وهو المعروف عند أهل اللغة إن طحاها يعني بسطها مش ما خلق فيها. طيب الآية 14: ما الدليل على أن الذي ذبح الناقة اسمه قدار بن سالف وهو أحيم الثمود؟ حديث صحيح الشيخ الألباني عن عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلين، وحيم الثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه، يعني قرنك، حتى تبتل منه هذه أي لحيتك. طيب الآية رقم 14: ما الرد على من فسر لا يخاف عقباها لم يخاف الذي عقرها عقباها؟ ما نسبش الكلام لربنا، نسبه لإيه؟ أحيم الثمود. هنقول لأنه قول الأكثر، القول بتاعنا ده أكثر المفسرين عن ابن عباس والحسن ومجاهد وناس ياما جدا. تاني حاجة دلالة السياق: فما قبلها حكاية عن فعل الله بهم، فتكون هذه الجملة متفرعة عنها في حكاية انتفاء خوف الله منهم مع ما لهم من قوة، وفي هذا تهديدا للأقوام الآخرين بقوة الله وأنه الفعال لما يريد. لكن لما أقول بقى المجرم ده ما كانش خايف، دي ليست لها فائدة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.